رؤوف قول لي يعني مشوارك ابتدى مع النادي الاهلي امتى؟ لا انا بلعب في النادي الاهلي من 94، انا في الناشئين وانا عندي 9 سنين. دي كانت بدايتي في النادي الاهلي مع كابتن احمد رجب الله يرحمه. بس ومن ساعتها بقى طبعا في النادي الاهلي على مدار السنين كل فرق الناشئين لعبت كل الناشئين ومنتخبات الناشئين كله طبعا. بعد كده طلعت الفريق الاول بالزبط. مين اللي طلعك الفريق الاول؟ انا اول مره اطلع الفريق الاول كان مع كابتن فؤاد عبد السلام، كان سنه 2004، كنت مصعد يعني، كان عندي 18 سنه وبتصعد مع الفريق الاول يعني. وبعد كده بقى مريت طبعا على كل بقى الفتره بتاعت اللي من 2004 لغايه يعني يومنا هذا يعني. هو في 4 سنين خرجتهم بره برضه، لعبت في نادي الجيش غير ال4 سنين دول طبعا كله كان في النادي الاهلي يعني. بس كلمني ان انت يعني في الاوقات دي او في الفتره اللي انت قضيتها في النادي الاهلي، اكيد زي عبد اللطيف ما قال كان في محطات وبطولات معينه انت شايف ان هي دي كانت مؤثره بالنسبه لك في مشوارك مع النادي الاهلي ومؤثره كمان مع الفرقه نفسها، تفتكر ايه؟ طبعا انا ما انساش ابدا اول بطوله افريقيا ليا، انت عارف الشعور اللعيب اول مره يلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي، كانت بطوله 2006 في ديربن في جنوب افريقيا 2006. حتى الجيل ده جيل يعني الجيل ده كان فعلا جيل عمالقه، حمدي الصافي وكان لسه احمد بقى احمد صلاح وعبد الله بقى لهم مثلا 3 سنين في الدرجه الاولى يعني، مش لسه صغيرين. كابتن وائل العايدي، محمد عبد الرحمن، اسامه قمصان، فجيل مختلف تماما عن يعني. حتى لما ببص مثلا للصوره بتاعت البطوله دي وكده ما فيش اي حد كان بيلعب معايا من الجيل ده خالص غير احمد صلاح وعبد الله. فطبعا البطوله دي كانت غاليه جدا عندنا، دي كان اول مره اطلع شاركت فيها اساسي ولعبت. ايوه طبعا انا في كان عندي ظروف في البطوله اللي قبليها، بطوله عربيه، كان انا كليه صيدله فكان عندي امتحانات في الفتره بتاعت كانت هي مع الاسف طول في فتره الجامعه. طب عزبت نفسك كده ليه؟ صيدله صعبه قوي بالظبط يعني من الكليات الصعبه فعلا مع الرياضه. فالبطوله اللي هي العربيه كان ظروف امتحانات وكده، وكنت انا لسه صاعد للدرجه الاولى وكده ما سافرتهاش. وكانت بقى المفاجاه في البطوله اللي بعديها، انا من تقريبا من دور الثمانيه لغايه الاخر لعبت البطوله كامله يعني، والحمد لله يعني كانت حاجه غاليه جدا عندي. كان فاينل مع مين تفتكر؟ كان مع صفاقس التونسي. وكان ساعتها بقى المحترفين دي موضه جديده في العاب الصالات والحاجات دي. كان معانا اجانب؟ كان معانا احنا لا طبعا. كان ساعتها 2006 هم كان معاهم اثنين يعني، كان معاهم اثنين محترفين. فرقه جامده. كانوا فرقه كويسه جدا. كسبنا كام؟ كسبنا 3-0. 3-0 يعني. انا فاكر الماتش ده احمد صلاح مثلا جاب حوالي مثلا 12 ايس يعني، احنا الجيم الثالث بجد احمد جاب فيه مثلا 7-8 ايس. احمد طبعا صديق عزيز وتاريخي يعني. انا اعرف احمد من ساعه ما دخلت النادي الاهلي من سنه 94. صحيح. فانت متخيل طبعا. لا خلينا نكمل كلامنا بس خلينا نطلع الفاصل، بس مهم جدا نقف على البطوله دي. اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل ونكمل كلامنا مع نجومنا ولكن بعد الفاصل.